نادر، انت ليه بتتحركي على طراطيف صوابعك كده؟ عشان حضرتك بتجرى. يا سلام، بحس ان الجرايه استغفر الله العظيم زي الصلاه. ده ايه الكلام اللي احلى من اللي انا بقراه ده؟ ما قلتليش بقى اخبارك الجديده ايه بعد ما نزلت تحت؟ زي ما انا عند خديجه هانم كنت مبسوطه وحاسه ان مش مطرحي، وجنب ابوي مبسوطه وحاسه ان مش مطرحي برضو. هتعود، انا مش مولوده فوق. يعني زعلانه؟ الهانم كتر خيرها انعمت علي وخلتني جنبها، ليه انسى روحي وازعل على حاجه مش من حقي اصلا؟ كلامك مترتب وعقلك حلو يا نادر. وحضرتك كلامك شبه جواباتك. نادرة، انت كنت بتقري جواباتي؟ اقراها بس، ده انا حفظتها من كتر الجراي. حفظتيها كمان؟ قد كده جواباتي كانت بتعجبك؟ لا، اوامر خديجة هانم، اجري تاني اجري تاني. قصدك خديجة هانم زهقتك بجواباتي؟ لا مش قصدي، قصدي جارتها كتير، امي الحبيبة خديجة هانم. الحرب تحصد الأرواح يا أمي، ونجرة وهي تعجب. تأمر بحاجة؟ عن إذن حضرتك. تفضلي. لازم تعرف يا أستاذ يوسف إن أنا مجرد سلمى فاروق. مش فاهم. يعني أنا مش رئيسة التحرير ولا وزيرة الإعلام، أنا صحفية بكتب تحقيق صحفي، أقصى حاجة أخري يعني إنه يتنشر زي ما هو. يعني الكلام اللي أنا قلته لك ده زي قلته؟ لا طبعاً، بس طموحك ما ياخدكش يعني أكتر من كده. لا تبتئس يا أخ يوسف، أنا صحيح صحفية على قدي، لكن اللي معاه ربنا يمشي على المية. وأنت صعبت عليا. إيه صعبت عليكي دي؟ بهزر. واضح كده ان الحكايه ملهاش لازمه. مين قال؟ الحكايه هي كل حاجه، احنا في الاول وفي الاخر حكايه. كمل. كنت بتتكلم اكتر في الجوابات. ايوه، هنا ما عادش فيه لزوم للكلام. هنا انا شايفك. في احلى من كده خديجه هانم؟ في انك ترجع الحياه للدنيا اللي انا عايشه فيها لوحدي دي، تفرحني، تقول لي هتعمل ايه. طيب حضرتك عاوزاني اعمل ايه؟ ياه، حاجات كتير قوي يا يوسف. تفتح مستشفى كبيره تخلي كل اسكندريه تتكلم عن الدكتور يوسف نوار، بس الاهم تملالي البيت ده اولاد وبنات العبهم ويلعبوني. دلوقتي حالا؟ انا جاهزه من النهارده تشوف احلى بنات في اكبر عائلات، تنقي وتختار احلى بنوته تيجي هنا تحت جناح خديجه هانم. طب اديني وقت استمتع بحريتي شويه خديجه هانم، انا لسه راجع من كابوس. الحمد لله يا يوسف انك ما رجعتليش بخواجايا في ايدك. عارفه خديجه هانم، هناك في بنات وستات زي القمر عايشين بيواجهوا الحياه من غير راجل بسبب الحرب. وايه يعني؟ حتى من غير حرب يا يوسف في ستات كتير كملوا حياتهم من غير راجل. بس خديجه هانم غير كل الستات. بس مفيش راجل ينفع يكمل حياته من غير ست. ما حضرتك لسه قايله الستات ممكن، اشمعنى الراجل؟ عشان مفيش راجل في الدنيا غيرك يا يوسف. اسمع يا وديع يا بساطي يا آلاتي، اسمع ابن سناء الملك بيقول لك ايه. يا شقيق الروح من جسدي، أهوى بي منك أم ألم؟ الله، يا أخت روحي وكوية الجسم ببعادك. بس كوية إيه يا لص يا تافه؟ كمل بس. ابن ست سناء قال إيه؟ ابن ست سناء مين؟ ابن سناء الملك ده راجل يا بجم يا مغفل. استغفر الله العظيم. أيها الظبي الذي شرد، تركتني مقلتاك سدى. حلو، يبقى يا أخت روحي وكوية الجسم ببعادك، شبك الغزال عيني وتركني في العذاب ساكت. سكتت عليك حيطة يا بعيد.
ركيكه ركيكه ومنيله بستين نيله ولا تمت للمعنى الاصلي بصله. مالكش دعوه، انا هنظبطها في الحلو منه. اهو عشان في الحلو منه دي عمرك ما هتبقى شوقي ولا بيرم ولا حتى بديع. انا وديع البساطي، والبساطي لا بديل لا يا شيخ زهار. شيخ اتقي الله. طب والمرسي ابو العباس ما نكمل يا عرة الشعراء. الله، مين هيجي معايا القصر؟ على مهلك. شكرا شكرا. العفو يا نادرة، تعرفي ان اسمك جميل قوي؟ شكرا. نادرة، ايه الاسم الحلو ده بجد؟ لا انت بس فاهم غلط. فاهم غلط ازاي؟ ما اسمها مش نادرة بالمعنى اللي انت فاكره. يعني ايه؟ احكي له يا نادرة سموك يا نادرة ليه؟ أم الله يرحمها ما كانتش بتخلف، ونادرة لربنا نادر وقالت له يا رب لو جبت بنت هدي حلق ذهب للداية، وجبتني وسمتني نادرة عن نادر، يعني نادرة لله يعني. آه بس برضو اسم جميل جدا. شكرا. طب أنت عارفة نادرة اللي كنت أقصده؟ يعني الحاجة اللي ما فيش مني. صح، نادرة يعني نادرة وجودها وعز، فصارت غالية السماء. عن إذنكم. ساعات بحس إني ظلمتها لما علمتها. بالعكس، دي بنت جميلة جدا. فعلا جميلة كده هنا معانا، لكن لما تيجي تتجوز دي واحد من بلدهم هيفيدها بإيه؟ الإتيكيت ولا الكروشيه ولا الموسيقى؟ بالعكس يا يوسف، ساعات بحس ان تعليمها ده في مجتمع اقل من كده يبقى عذاب. او تاخد حد ارقى منها. هتاخد مين يعني نادره بنت زكريا؟ يلا ندخل من البرد احسن. هتمشي في الجو ده مش هتخافي؟ هخاف من ايه؟ ما انت ما تعرفنيش. السما معبية وشكلها هتشتي جامد. يعني ايه؟ يعني خليكي هنا. هنا فين؟ هنا في الأوضة. جرى يا يوسف يا تالت، مطر وبرد واسكندرية وأنا وأنت والأوضة، جرى يا ذئب البوادي. خلاص براحتك، أنا إذنك. الشهامة اللي انت فيها دي يا عم؟ ها؟ انا ممكن نفضل بره، انا مش بنام بالليل كده كده بصحى، وانت لما تحبي تنامي قولي. كتر خيرك. لا انا ممكن امشي في المطر عادي، وهدعي لك دعاء المطر مستجاب. براحتك. بنقول لك هتشتي جامد. ما انا مش هبات عند حضرتك برضو، عندي اهلي يقلقوا عليا. الله جاي ورايا. علي علي انت اتخبلت. اتقنتك يا وديع وتعالى معايا نخطبوها. نخطبوا مين؟ دول هيدونا بالصرم القديم، انت سكران يا علي. يدونا بالصرم؟ ليه؟ أني بنطلبه الحلال. حلال مين وانت كده؟ مالي يا ابني؟ الله، ماني كويس اهو. أني فنان. فنان يروح للناس في نص الليالي عشان يطلب بنتهم للجواز؟ ازاي؟ حلال ولا حرام يا شيخ زهار؟ والله يا بحر أني لو من أبوها نطخك بالنار. أها أها، شوف هتيجي معايا بقى ولا لا؟ مكتوب على اللي جابوني إني صاحبك. نفسكش تيجي معانا يا شيخ زهار؟ شوف يا بساطي، الفتحة بتوصل من أي مكان، أني هنقروها عليكم من هنا. شكلي كويس، شكلي محترم. آخر ألاقة.
حاجة 13 خالص. قتل بالله. ادعي وديع الدنيا بتشتي. تشتي؟ ربنا ينتقم منك يا عم. كأن ربنا رايد انك تقعدي معايا اكتر. طيب ممكن اقعد شويه لغايه ما تخف؟ ماما انا في اسكندريه. ولو خدت الطريق دلوقتي احتمال اموت وقابل وجه كريم. ايوه في اسكندريه في قصر قديم عشان الشغل يا ماما. نوى ومطر وبرد وحاجه صعبه. ادعي لي يا ماما، ادعي لي ارجع بالسلامه. لا ما تخافيش انا كويسه والله. وانا غلطانه ان انا قلت لك يا ماما؟ انا دلوقتي في اوضه يوسف الثالث. لما ارجع هحكي لك يا ماما، ولو سمحتي اوعي تقولي لبابا. انا لما ارجع هحكي له كل حاجه. ماما ما تعاتبنيش بقى دلوقتي ولا تعيطي. ماما تصبحي على خير، ادعي لي يا ماما. انا كويسه. يلا لا اله الا الله. رايح فين؟ هنسيبك براحتك. في المطره دي انا كده كده مش هعرف انام. انا من يوم اتولدت ما نمتش بره اوضتي. براحتك. بتقرا ايه؟ ده كتاب قديم عن اسكندريه. انت عفريت؟ سؤال عبيط بس حقيقي. لا انا مش عفريت. شاب في عصرك المفروض تبقى رقبته متنيه على موبايل والانترنت او بيكلم صاحبته. ليه مش طبيعي يوسف يا تالت؟ ليه؟ ما انا ممكن اكون عفريته برضه ومعايا موبايل عادي، بس انا بنحب القرايه. طب كمل حكي، انا مش جاي نوم. كمل حواديت الف ليله وليله بتاعه القصر. انا مش شهرزاد حضرتك. وانت بتقول تبقى شهرزاد؟ مالها شهرزاد؟ كمل بجد، كان اسمه علي ايه؟ بحر. والمرسى ابو العباس ما انت كاسفني. قلت اصبر يا علي. مفيش صبر، انا عايز الهانم يا عم ياسا. طيب استني. في ايه؟ في ايه يا عم ياسا؟ الدوشه دي. داس يا علي بحر. على البحر؟ يعني ايه؟ عاوز تقابل حضرتك. أنا علي بحر وعايزين نقابلوكي. اللي عايز يقابل حد ما يزعقش. أنا مش بنزعقه. أنا عايز نكلمه حضرتك. وأنت مين؟ أنا ولا حاجة. أنا وديع، وديع بصوتي صاحبه. نعم. القرب. أنا جاي نطلبه القرب. القرب في مين؟ في الحسن الرباني. في السحر النوراني. في الأنسة نادرة. ومالك مش واقف على بعضك كده؟ فيك إيه؟ اتوزن. موزون سعادتك. هو بس الحب مبهدله شويتين. حب مبهدله؟ شفتها فين نادرة؟ لمحت نورها وأني على باب العشا. البحر من جمالها موجه عالي. وقلبي من ساعتها على باب القصر مستني. باب العشا؟ أنت بتبيع فراخ؟ نحن انت تفريش ابونا دلوقتي يا ست هانم. علي بحر مزيكاتي، ومزيكاتي مدهش زي سلامة حجازي وكده يعني. هو واضح انا عايز تتجوز نادرة، تشتغل بتاع مزيكا وقاعد في عشة فراخ. انا اللي قاعد في العشة. مفيش فراخ صح؟ مفيش. وانت معاه في نفس العشة؟ لا يا هانم، أنا ضيف، أنا شاعر زي سبيرم التونسي وسبديع خيري، بنكتبوا أغاني يعني. كويس أوي. وعايز تتجوز نادرة في العشة اللي أنت قاعد فيها مع البائس اللي واقف جنبك ده بيكتب أغاني للفراخ. ساعة الموافقة يبقى في كلام تاني. تاني نجيبوا لها القمر. دي هتجيب خبرنا. وماله؟ الفن مش عيب. عشتكم فين؟ بعيد جدا. هنا جنب القصر، جنب القصر حضرتك. انتوا اللي كل ليله بتعملوا المسخره والدوشه اللي بتقلق منامي؟ بطلناها خلاص يا ست هانم، ده حتى المغنى ده قله قيمه. يلا يا علي. قلتي ايه يا ست هانم؟ انا نفسي ما تكسريش بخاطري. انا نفسي نتجوزه نادر. ايه الرجاله اللي بتعيط دي؟ حساس يا ست هانم، حساس ومرهف.
نادرة مش بنتي، ليها أب ونحس قلب. اسألي دلوقتي. انت بتتأمر في بيتي؟ لا، بس عشان قلبي يستريح. بعدين في الليلة اللي مش هتخلص دي روح عندها زكريا. رايح فين انت؟ ما رايحش يا ست هنا، ما رايحش. خير يا ست هنا؟ المزكاتي المخبول ده جاي يتطوح في نص الليل هو والبائس اللي جنبه، عايز يتجوز نادرة. شفتها فين يا فتي؟ ما شافهاش عم زكريا، هو سمع بيها بس. سمع وانا ما عديش بيت الغرب. يلا يا علي عديش بيت الغرب. استنى، مش عايزة اعيشش جنب القصر، سامع؟ مش هتبقى قصص غرام ودوشة وقلة نوم كمان. مفهوم يعني. يلا يا علي. يا علي تاخدها بالنار يا بحر، ست ناوي على شر. اجري. شر وايه بعد الموت؟ شر ايه لازمه الحياه بعد نادره؟ يقطع نادره ابو نادره، ما انت قلت بتحب غيرك. الزوم. اجري يا بحر. ما قدرتش على قلبي وديع. منك لله انت وقلبك اللي هيودينا في داهيه ده. هم يا بحر هم. عش واقع في الغرام يوسف. نعم. في اتنين عاملين عشة فيها مسخرة ومزيكا ومغنى ودوشة جنب القصر، عايزك تروح تمشيهم وتهد العشة فوق دماغهم. كل ده؟ حاضر. هم عملوا ايه؟ انت مش سامعني يا يوسف، بقولك دوشة ومزيكا ومسخرة، وكمان واحد منهم واقع في غرام بنت هنا في القصر. كل ده مش كفاية عشان يروحوا الكراكون؟ لا طبعا، دول لازم يتعدموا، ده الإعدام قليل عليهم. بس هي مين دي اللي واقعين في غرامها؟ تروح تمشيهم دلوقتي. دلوقتي؟ أيوة، مش عايزاهم يباتوا جنب القصر. حاضر. سوري، كمل كمل. كمل إيه؟ نام يا شهريار، أنا خلصت. نامي قبل ما مسرور يجي يقطع رقبتي. لا مش هنام، أنا بسمعك. احكي. يا غصن أنا قام كللاً بالذان، أفديك من الردى بأمي وأبي. أنتوا اللي عاملين الدوشة دي؟ هو حضرتك صدقت كلام الست هانم؟ دي مجنونة. أمي مجنونة؟ تمام. هد أم العشة دي يا بحر، أنا جاي معاك على الكراكون. لا ما تهدش، غني اللي كنت بتغنيه. كمل، ولو ما عجبنيش هتباتوا في الكراكون فعلا. إيه ده، أنتوا عندكم ضيوف ولا إيه يا سي علي؟ الله، اكتملت. غني غني. اتفضل يا سبيه. يا غصن أنا قام كللاً بالذهب، أفديك من الردى بأمي وأبي. إن كنت أسأت في هواكم أدبي فالعصمة لا تكون إلا لنبي. يوسف بيه، نشرب سجارة في الحلو منه عشان السهرة تحلى؟ شش الله يخرب. بتقول في شربات لوز يا يوسف بيه لو تحب. يا غصن نقى مكللا بالذهب،
سأت في هواكم أدبي مشغلش بالك، اهم حاجه تنشر الحوار. حوار ايه وما شغلش بالي ايه؟ يلا نروح نبلغ القسم. مش هبلغ. ليه مش هبلغ؟ ايه الغموض اللي انت فيه ده؟ هتنامي ولا هتمشي؟ هو اللي يشوفك يعرف ينام. الفجر قرب يطلع، اول حاجه لازم اعملها زور المرسى ابو العباس. بس هياخد وقت طويل، انا مش عارف ليه الاصرار على الترام. اوفر واحلى. وبعدين هو انت وراك حاجه غير ان انت واقف قدام القصر؟ مش هيطير يعني. عندي شغل. شغل؟ هو انت بتشتغل حاجه تانية غير انك غفير؟ انا مش غفير القصر، انا حارس قضاء. والله غفير يعني، ما تجملهاش. يلا تيجي ناخد سيلفي الترام. ما تبتسم يا اخويا، الابتسامه صدقه. وديع يا بساطي. خير يا صدف؟ إلهي تنشك في معاميعك يا وديع، تتوجع لا تعرف تقوم ولا تقعد، تتقلى ولا تعرف تنام ولا من الوجع تتسلى. ليه ده كله حرام عليك؟ ابتدي عليا وانا خلصت دعاء. هو لسه فيك ماله؟ إلهي يا رب تتحرق في نار جهنم من ما قلت لي. علي بحر قلبه مع مين يا وديع؟ معاك معاك يا صدف. وديع انا عمري نكذب عليك يا اصداف. لا لكن هتخاف على صاحبك وتطرمخ عليه. من ايه؟ نخاف عليه من ايه؟ وحياتك قلنا الحقيقة. قولوا المصحف والختمة الشريفة وحط النعمة على عينك تعمل كنت بتكذب يا وديع. قالي صدف وبلاش عبط. والمرسب والعباس ما هنعتقوك الا لما تقول. نكذبوا يعني عشان ترتاحي؟ لا قول الحقيقة. قلب بحر مع مين يا وديع؟ قلتلك سيبيني نشوفوا حالي. وديع أني وليا خلقها ضيق، وانت شكلك مش هتقبل بر الا لما نجيبه اجلك. انت يا وديع قلب بحر مع مين؟ مع نادرة بنت عم زكريا. هو لا قلب ولا نير، هو بس متعلق بيها، لكن قلبه معاك انت يا اصداف. نشوفوها يا وديع، وغلاوة الغالي عندك نشوفوها. طب وديني عملوها ازاي يا اصداف؟ تصرف.
ربنا ما يكسر قلبك يا وديع. حاضر حاضر. بتحب الكتب؟ جوي أكتر مكان أحبه في البيت المكتبة. ليه يا نادرة؟ عشان كل ما رص كتاب أجرى فيه سطرين وأرجعه مطرحه. كاني فتحت الشباك وتفرجت على حاجة ما شفتهاش قبل كده. يا سلام على الجمال. طب استني، خد الكتاب ده هدية يا نادرة. هدية؟ أيوة يعني ملكي وأجرى براحتي وما رجعهوش. أيوة كتابك ملكك. الله مجدولين. صح، كتاب كل حب. شكرا. اقريه ولو عجبك قولي. يوسف يوسف يلا بسرعة يا يوسف الغارة. حاضر. اطفي الشمع اللي تحت، اوعى تسيبوا حاجة مولعة. يلا يا يوسف. يلا. بسرعة يا بامبا بسرعة. حاضر يا هاني. ليه مش خايفة؟ اللي عايزه ربنا يكون. الحمد لله الحمد لله الحمد لله طبعا الحمد لله. بس على ايه؟ على ان احنا سوا. طول ما احنا سوا تبقى الدنيا بخير، حتى لو حموت المهم اننا سوا. كان يوم جميل وليله مرعبه. استنى نزول الحلقه الاولى. زي ما قلت لك انا مجرد صحفيه، بس ان شاء الله هعمل اللي اقدر عليه. وانا مصدقك. دي اهم حاجه. لازم تركزي على ان خروج المبنى من قائمه التراث وصدور حكم من محكمه القضاء الاداري بانه مش اثر، ده هيفتح الطريق للقصر انه يتهد. الموضوع خطير وممكن اصحى نلاقيه بعدها اتهد فوق دماغي وانا نايم. انا عايز الدوله تحافظ عليه ويفضل تحت سلطتها. قصر النوار باشا ده حته من تاريخ اسكندريه وحكاياتها. انت جاي تقول لي الكلام ده في وقفه السلم؟ هتصحى معايا يا اخي. ولازم تعرفي كمان ان في 43 قصر وفيلا في اسكندريه تهدوا بنفس الطريقه. ما شاء الله ببطقوا بالبحر. اسكندريه في الشتاء خيال. ما تركزي معايا في اللي بقوله. احنا في ايه ولا في ايه؟ ما تقلقش، دخل الارشيف يا دوبك بقى الحق السوبر جيت. احنا احلى بلد فعلا. مش للدرجه دي، ما احنا عندنا النيل برضه. ايوه النيل من الجنه والبحر من جهنم. يلا روح بلغ الاسم وما تنساش المرة الجاية تبقى صريح معايا اكتر من كده. صريح ازاي؟ انا ما كذبتش. بس داريت انت عارف مين ضربك ومش عايز تقول. براحتك. سلام عليكم. المرة الجاية هوريكي المكتبة. فرحان جدا اني شفتك وحكيت لك. حسيت يومها ان حكايتي ليها معنى وانها حكايه مهمه، وفي وسط الفرحه افتكرته.
اللي دايما بيهدد فرحتي ويحول الحياة لقلق. المرة الجاية مش هنسيبك يا أكرم، فاهم؟ مش هنسيبك. لم نفسك يا يوسف، ابعد عن القصر احسن لك.